بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على الهبات، والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الفوز بعالي الجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والخيرات والبركات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في طريق الجنات. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوان الأكارم، لا يخفاكم أن الناس إذا أرادوا أن يحاسبوا أنفسهم في محاسبات الدنيا دققوا فيها، وإذا أرادوا أن ينظروا في معاملات الدنيا ركزوا فيها، وإذا نظروا في مشاريع الدنيا وجدوها في أعلى صنوف الدقة. ولكن إذا جاء الحديث عن حسابات الآخرة وجدناها ضعيفة في حياة الناس. قد يخطط الإنسان اليوم لدنياه، ويخطط لمشاريعه، ويخطط لمستقبل بعيد، لكن إن جئت عن ذلكم التخطيط الذي هو المطلوب من الإنسان في هذه الدنيا، وجد الإنسان تقصيرا عظيما في حياة الناس. وهذا مصداق الآية: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه الموازين العظيمة التي ذكر الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ووصف الله سبحانه وتعالى مشاريع الآخرة بأنها هي الباقية، يرجون تجارة لن تبور. التجارات الدنيوية زائلة والمشاريع الدنيوية زائلة، ويبقى ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحببنا في هذه الليلة المباركة أن نتكلم في هذه الخاطرة بعنوان حسابات أخروية. والحسابات الأخروية إن تكلمنا عنها فهي إما تتعلق بفعل الطاعات وترك المنكرات وما يترتب عليها من حصول الحسنات ومن ارتكاب السيئات. ولذلك أحببت أيها الأفاضل في هذه الليلة أن أعقد مقارنة يسيرة بين باب الحسنات وباب السيئات، حتى ينظر الإنسان إلى مدى رحمة الله عز وجل بعباده، وكيف أن الإسلام يسر على الناس أبواب الخيرات وأبواب الحسنات، وكيف هي صور المضاعفات العظيمة التي المرء في غفلة عنها. تدارس هذا الأمر يورثنا الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، تدارس هذا الأمر يورثنا محبة الله عز وجل، تدارس هذا الباب يورثنا شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. أول مقارنة لما نأتي إلى الحسنات والسيئات، نأتي إلى المقارنة العددية: إنسان يفعل حسنة وإنسان آخر يفعل سيئة. انظر كيف الله سبحانه وتعالى يتعامل معك، ثم انظر وقارن بين تعاملات البشر اليوم في المجتمع كيف يتعاملون معك. الإنسان في المضاعفة العددية إذا فعل الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وفي الحديث من فعل الحسنة كانت له عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، حديث صحيح البخاري. انظر هذه المضاعفات العددية العظيمة من الله سبحانه وتعالى: الحسنة الواحدة تضاعف إلى 10، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة من الله سبحانه وتعالى. هل هذا الأمر هو عينه نفسه
في باب السيئات، إذا ارتكبت السيئات هل هذه السيئات تضاعف إلى 10 أو إلى 700 إلى سيئات كثيرة؟ كلا، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها كما قال الله عز وجل. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل السيئة كتبت سيئة واحدة. تصور الله سبحانه وتعالى في باب السيئات لا توجد مضاعفة من الجهة العددية، فالله سبحانه وتعالى تعمل سيئة يكتبها لك سيئة واحدة، لكن في باب الحسنات هذه الرحمة وهذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى مقارنة ثانية، المقارنة في المضاعفة الكيفية ليس في العدد. في أبواب الحسنات يجد الإنسان كيفيات كثيرة جدا يحصل بها تضاعف الحسنات. العمل الصالح كلما حسنت النية عند العامل كلما كان أجره أعظم. تصور كلما كانت نيتك أخلص لله عز وجل، كلما كنت أصدق مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعطيك على هذه النية الطيبة. ثم أيضا من الكيفيات أن الشارع الحكيم جعل لنا أزمنة وأماكن خاصة الحسنات تتضاعف فيها، هذه مضاعفة كيفية. عندك في شهر رمضان أنت في بيت الله الحرام، في هذه العبادات، في موسم الحج، في 10 من ذي الحجة، مواسم، أزمنة، أماكن تتضاعف فيها الحسنات، هذه مضاعفة كيفية. أنت بإدخالك بعض النيات الحسنة في الحسنات الله يضاعف لك، لأنك تستطيع أن تعمل بالحسنة الواحدة وأنت ترجو بها نيات كثيرة، فالله سبحانه وتعالى يضاعف لك. أما إذا جئت في باب السيئات، في باب الكيفية، هي أصلا محل خلاف بين العلماء هل يحصل بها المضاعفة أو لا. بعض أهل العلم ذكر فيها المضاعفة في آية الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فقالوا إن السيئات في بعض المواطن تتضخم لجلالة هذا المكان. أما من جهة العدد فهي ثابتة، من جهة العدد فهي ثابتة، أما من الكيفية فيحصل لها تضخم. ثم أيضا من المقارنات، المقارنة الثالثة، إذا جئنا إلى باب الهم، وهذا باب عظيم سبحان الله، وهذا دليل على رحمة الله عز وجل. الإنسان الذي يهم بالحسنة، عندك نية تعمل عمل صالح، اليوم هممت أنك تقوم الليل فلم تقم الليل، الله يكتب لك حسنة. هممت بالحسنة، النية موجودة، عقدت العزم أنك تقوم قيام الليل لكنك ما استطعت، نمت، غلبك النوم، الله سبحانه وتعالى يكتب لك هذه حسنة. انظر في المقابل في باب السيئات، تهم بالسيئة، تهم بالسيئة فلا تعملها، الله يكتب لك حسنة. تترك هذه السيئة على الترك، الله سبحانه وتعالى يكتب لك الحسنة، لكن لابد أن يكون هذا الترك لوجه الله عز وجل، ليس لعارض من العوارض. ممكن واحد يريد يعمل سيئة لكن حيلة دونه وبين هذه السيئة عوارض، ما استطاع يعملها، امتنع عنها لأنه ما استطاع، قبض عليه، ما استطاع أن يكمل هذه المعصية، هذا ما يؤجر عليه. لكن إنسان تركها لله سبحانه وتعالى وهو قد هم بهذه السيئة، فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها له حسنة. فهنا حسنة وهنا حسنة، في باب الحسنات وفي باب السيئات. إذا نظرت كيف الله سبحانه وتعالى يقابل الهم من عباده. ثم أيضا المقارنة الرابعة، في وقت كتابة الأجر، الحسنة السيئة، انظر إلى مدى رحمة الله، والله شيء عجيب. في الحسنة مباشرة تعملها الله سبحانه وتعالى يكتب لك حسنة، مباشرة بعد عمل هذه الحسنة الله يكتب لها حسنة. تأتي إلى باب السيئات، تفعل السيئة، الملائكة تنتظر 6 ساعات، 6 ساعات، يمكن تراجع نفسك، يمكن تتوب،
يمكن ترجع إلى الله عز وجل حتى تغفر لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الطبراني مما حسن الألباني: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبد المسلم المسيء 6 ساعات، فإن تاب غفر له وإلا كتبت سيئة واحدة. فانظر في الكتابة في الحسنات مباشرة تكتب لك هذه الحسنات، ولكن في باب السيئات تعطى فرصة، وهذا من رحمة الله، هذا من ستر الله سبحانه وتعالى بعباده، يعطيك الفرص تلو الفرص ساعات طويلة، نصف وقت النهار نصف وقت الليل، ربما الإنسان يرجع إلى الله عز وجل ويتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تعال المقارنة الخامسة في باب العوارض، العوارض التي تحف أبواب الحسنات وأبواب السيئات. في باب الحسنات أنت متعود على فعل الحسنات، متعود على فعل الخيرات، إنسان متعود على قيام الليل، إنسان متعود على صيام الأيام البيض، صيام الاثنين والخميس، ثم عرض له عارض هذا الإنسان الذي تعود على قيام الليل مرض، أصابه المرض ما استطاع أن يقوم الليل. الإنسان كان متعود على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، سافر ما استطاع أن يصوم هذه الأيام، الله يكتب لك الأجر كامل، الله يكتب لك الأجر كامل. أنت متعود على هذه العبادات، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، أجر كامل مضمون عند الله عز وجل إذا كنت متعود على هذه العبادة. تأتي إلى جانب السيئات، العوارض التي تعرض للسيئات، إذا فعل الإنسان السيئة خطأ، إذا فعل الإنسان السيئة جهلا، إذا فعل الإنسان السيئة نسيانا، الله سبحانه وتعالى لا يكتب عليك السيئات، لا يكتب عليك. انظر كل هذه العوارض تمنع كتابة السيئة عليك، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهنا طبعا تقدير محذوف، رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني الله سبحانه وتعالى إذا عرضت هذه العوارض فإن الله سبحانه وتعالى لا يكتب لك هذه الآثام. المقارنة السادسة في باب التوبة، في باب الحسنات والسيئات، تعال إلى الحسنات، تفعل الحسنات الله ماذا يفعل؟ يذهب عنك السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في معصية، لامس امرأة دون أن يقع في الزنا، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن توبته، فسمعه عمر فقال: لقد سترك الله لو سترت نفسك، يعني اجعل توبتك وبينك وبين الله عز وجل، ما تخبر به أحد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ألي توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ فقال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم في المقابل تأتي في باب السيئات، تتوب إلى الله عز وجل، الله يبدل السيئات حسنات. انظر إلى رحمة الله عز وجل، سيئات كثيرة عملتها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الله يغير لك السيئات وإن كانت كثيرة وإن كانت عظيمة. كما جاء في حديث أبي المطرود بن الطويل، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كبير في السن، فقال: يا رسول الله، أني ما تركت داجة ولا حاجة إلا فعلتها، ما تركت لا كبيرة ولا صغيرة إلا فعلتها. قال: ألي توبة؟ فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. وأنك رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبدل الله سيئاتك حسنات،
يبدل الله سيئاتك حسنات. استغرب هذا الرجل قال وغدراتي وفجراتي، يعني كل هذه الذنوب التي ارتكبتها، الكبائر، الغدرات، الفجور الذي وقعت فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبدل الله سيئاتك حسنات، يبدل الله سيئاتك حسنات. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة عظيمة. ثم سابعا من المقارنات أن للحسنة في الدنيا آثار طيبة، وللسيئة أيضا آثار قبيحة على الإنسان، وهذه الآثار الطيبة هي التي تشجع الإنسان على الاستمرار في طاعة الله عز وجل. من آثار الحسنات البركة في المال، البركة في الرزق، محبة الناس لك، التوفيق، ضياء الوجه، انشراح الصدر، كل هذه الآثار الطيبة تجدها عند فعل الحسنات. والعكس بالعكس، إذا جئت إلى أبواب السيئات تجد صور المحق كلها، كما قال ابن القيم، محق في الطاعة، محق في المال، محق في الأهل، محق في البيت. الله سبحانه وتعالى يذهب عنك صور البركات، سواد الوجه، فقدان العلم، ضعف الحفظ، كلها آثار سيئة، عدم التوفيق، هذه آثار للحسنات والسيئات يجدها الإنسان حتى يقبل على الحسنات وحتى يقلل من أبواب السيئات. من المقارنات، المقارنة الثامنة وأختم بها، أن الحسنات كما قال العلماء، وهذه قاعدة ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الحسنات تجلب أخواتها والسيئات تجلب أخواتها. وقالوا العبرة بالحسنات في أول حسنة، والعبرة في السيئات بأول سيئة. تصور، يعني أول حسنة تفعلها هذه الحسنة تدعو أخواتها من الحسنات، تقبل عليك الحسنات، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المهم أن تبدأ مع الله إرادة صادقة، همة وعزيمة، الله سبحانه وتعالى يأتي لك بالحسنات تترى. ولذلك تفعل الحسنة، تبدأ قيام الليل تجد الله يسهل لك أكثر، تبدأ حفظ القرآن الله يسهل لك، تبدأ صلاة الضحى، لكن أهم شيء يكون لديك عزيمة صادقة، فالله سبحانه وتعالى يفتح لك. وبالمقابل السيئات تجلب أخواتها. في الليل، الليلة قبل أن تنام اغتبت رجل، تجد أن هذه السيئة تجر عليك سيئة ثانية، ما تستطيع قيام صلاة الفجر. الله يبتليك، السيئات تجر أخواتها، السيئة تسحب السيئة. ولذلك قال العلماء إن من جزاء السيئة السيئة مثلها، ومن جزاء الحسنة الحسنة مثلها. أيها الأحبة، إذا نظر الإنسان إلى قاعدة الحسنات والسيئات وجد العجب في معاملة الله سبحانه وتعالى لعباده. مستحيل أن يعاملك الناس في هذه الدنيا بهذه المعاملة العظيمة التي يعاملها الله سبحانه وتعالى بها عباده. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.